بعض الناس هدانا الله وإياه هو في نفسه يعني غير موقن بوجود الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإيمان ضعيف في قلبه. لابد تقوي الإيمان. بالدراسة التوحيد، بالدعاء، كثرة العبادة، تتفكر في مخلوقات الله، في الأشجار، في البحار، في الأنهار، في السماء، في الأرض. رجل من الناس كان لديها دجاجة، وهذه الدجاجة عندها بيض تجلس عليه، فأخذ بيضة لحيوان يعيش في البحر، يعني بط، تعرف البط، البطة والأوز، نعم، أخذ هذه البيضة وضعها مع الدجاجة تجلس عليها مع البيض، نعم، من البطة وضعها من الدجاج. ثم خرج الأولاد الصغار هذا من البيض، كل هذا البيض ذهبوا إلى الحديقة إلا هذه بيضة البطة ذهبت إلى الماء. بيضة البطة عندما خرج الصغير ذهب إلى الماء، لم يذهب إلى الزرع. إلى الماء، إلى البحر. لماذا؟ من علمه؟ من أرشده؟ الخالق سبحانه وتعالى. الملحد الذي ينكر وجود الله، نعم، الملحد الذي ينكر وجود الله هو ينكر وجود الله، لا يمكن أن يرفع يديه ويدعو على نفسه، يخاف. لأنه في قرارة نفسه يعرف أنه مخلوق وهناك خالق سبحانه وتعالى. نهاية الملحد الانتحار. لماذا؟ لأنه يتناقض شيء في داخله وشيء في عقله، يتحارب ويتصارع مع بعضهم البعض. أنقذ نفسك. نعم، قل لازم تنقذ نفسك أول شيء، وتنقذ إخوانكم، جيرانكم، زملائكم. وتدعو الله الثبات، أسأل الله لنا ولكم الثبات يا رب، ونميتنا على التوحيد. من الله جل وعلا فهم الناس كي نمو للتوحيد